بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هناخد الحصة قبل الأخيرة في حساب المثلثات وهناخد فيها درس الحل العام للمعادلات المثلثية الدرس ده عبارة عن فكرتين الفكرة الأولى هنتعلم فيها إزاي نحل المعادلات اللي على صورة جا بتساوي جتا أو قتا بتساوي قا أو ظا بتساوي ظتا لازم المعادلة تكون على الصورة دي جا ألفا يساوي جتا بيتا العلامة دي اسمها ألفا والعلامة دي اسمها بيتا ودي رموز للزوايا زي ما مثلنا الزاوية مثلا أ و ب بنسميها هنا ألفا وبيتا أي رموز إزاي نحل المعادلة اللي على صورة ج بتساوي جتا أو قتا بتساوي قا أو ظا بتساوي ظتا كنا خدنا شبه المعادلة دي بالظبط في تالتة إعدادي كنا بنقول لو عندنا معادلة ج س يساوي جتا ص لما تلاقي الجا بتساوي جتا كنا بنقول نستنتج إن الزاويتين اللي بعد الجا والجتا مجموعهم تسعين أو متتمتين لما تلاقي الجا بتساوي الجتا يبقى الزاويتين اللي هما س وص دول مجموعهم 90 درجة س زائد ص يساوي 90 درجة وكنا بناخد عليها مثال يقول لي إذا كان جا س يساوي جتا 60 عايزين قيمة س أقول له طالما الجا بتساوي الجتا يبقى الزاويتين اللي بعد الجا والجتا مجموعهم 90 هو 60 زائد كام يديك 90 60 زائد 30 يبقى قيمة زاوية س دي ب 30 عشان لو جمعت 30 و60 90 وهكذا في القتا والقا قتا 70 يساوي قا موجب طالما القتا بتساوي القا نعرف ان الزاويتين اللي بعد القتا والقا مجموعهم 90 70 زائد كام يديك 90 70 زائد 20 برضه هنا ظا 25 يساوي ظتا نوجد طالما الظا بتساوي الظتا يبقى الزاويتين اللي بعد الظا والظتا مجموعهم 90 25 زائد كام يديك 90 خمسة وعشرين زائد خمسة وستين، يبقى مكان النقط هنا خمسة وستين. يبقى القانون اللي خدناه في ثالثه إعدادي لما تلاقي جا بتساوي جتا، تستنتج إن الزوتين اللي بعد جا وجتا مجموعهم تسعين. بس كان بيديك شرط هناك، كان بيقول لك حيث س زاوية حادة. كنا بنتعامل مع الزوايا الحادة بس. إنما السنة دي في أولى ثانوي هنوسع الموضوع شوية، مش هيديك الشرط ده، هيقول لك هات لي الحل العام للمعادلة. يعني هات لي كل قيم س اللي تحقق المعادلة دي. فلذلك القانون هيختلف. بدل ما نقول له س زائد ص تساوي تسعين، القانون هيختلف، عندنا إحنا ثلاث قوانين، القانون الأول لما تكون جا بتساوي جتا، لما تلاقي جا ألفا تساوي جتا بيتا، برضه هنجمع الزاويتين دول ونساويهم بتسعين 90 هنقول له ألفا زائد بيتا تساوي تسعين، ده قانون ثالث إعدادي، بس المرة دي عشان عايزين الحل العام القانون هيكبر شوية، هنقول له ألفا زائد أو ناقص بيتا، يعني الزاويتين دول هنجمعهم مرة ونطرحهم مرة. وهنسويهم بتسعين زائد أي عدد من الدورات الدورة الواحدة تلتمية وستين هضربها في نون نون دي اللي هي عدد الدورات ممكن نعوض عنها بصفر أو بواحد أو باتنين أو بتلاتة إلى ما لا نهاية وهتفهم الكلام ده لما نيجي نبدأ في المسائل يبقى لما تلاقي جا ألفا يساوي جتا بيتا هتمسك الزاويتين دول اللي هم ألفا وبيتا هتجمعهم مرة وتطرحهم مرة وتساويهم بتسعين زائد تلتمية وستين نون ده أول قانون معانا القانون الثاني لما تلاقي قاتا يساوي قا لما تلاقي قتا يساوي قا نفس القانون بالظبط همسك الزاويتين اللي بعد القاتا والقا اللي هما الالفا والبيتا هجمعهم مره وطرحهم مره يبقى الفا موجب او سالب بيتا بتساوي 90 زائد 360 نون نفس القانون بالظبط اخر قانون لما نلاقي ظا يساوي ظتا لما تلاقي ظا بتساوي ظتا القانون المره دي هيخف شويه همسك الزاويتين اللي بعد الظا والظتا اللي هما الالفا والبيتا هجمعهم بس مش هجمعهم وطرحهم هجمعهم بس الفا زائد بيتا يساوي 90 زائد 180 نوم هنا 360 انما هنا 180 دول هما القانونين اللي هنشتغل عليهم يبقى باختصار قانون جاي يساوي جتا هو بعينه قانون قتا بتساوي قا هتمسك الزاويتين تجمعهم مره وتطرحهم مره وتساويهم ب 90 زائد 360 نو انما القانون الثاني لما ظا بتساوي ظتا هتجمع الزاويتين بس الفا زائد بيتا بتساوي 90 زائد 180 نو بدل 360 هنا 180 هنا بتجمع وتطرح انما هنا بتجمع بس لو حفظت القانونين دول هتحل اي معادله على الصوره دي في ملحوظه هنا قبل ما نبدا في المسائل لما تيجي تحل المعادلات دي لازم المعادله تكون على الصوره دي بالظبط لازم جا تيجي الاول جا تيجي على اليمين جا تساوي جتا وقتا تيجي الاول قتا بتساوي قا، ما ينفعش المعادلة تكون متبدلة، ما ينفعش قا بتساوي لو كانت متبدلة هتعدل المثل، وهتفهم الكلام ده لما نيجي ناخد المثال، لازم جا الأول بعد كده جتا، قتا الأول بعد كده قا، الظا مش هتفرق معاك، سواء كان بادئ بظا أو بظتا، إن كده كده في قانون الظا فيها جمع بس، الجمع عملية إبدالية مش هتفرق معاك، إنما في الجا والقتا لازم الجا الأول والقتا الأول، تعال نفهم الكلام ده كله بالمثال. المثال الأول معانا بيقول لي أوجد الحل العام للمعادلة قتا اتنين سيتا يساوي قا سيتا أول حاجة أتأكد إن المعادلة مظبوطة، الله هو بادئ بقتا وبعد كده قا، يبقى فعلا كده المعادلة مظبوطة، قلنا لازم قتا تيجي الأول، نقول له طالما قتا بتساوي قا، يبقى الزاويتين اللي بعد قتا وقا اللي هما الاتنين سيتا وسيتا، دول لما نجمعهم أو نطرحهم هيساوي 90 زائد 360 وستين فلما نيجي نحل هنقسم الصفحة نصين. هنمسك الزاويتين دول هجمعهم مرة وطرحهم مرة أقول له 2 سيتا زائد سيتا وهنا هنطرحهم اتنين 2 سيتا ناقص سيتا مسكت الزاويتين دول جمعتهم مرة وطرحتهم مرة وهنسويهم ب 90 وهنا برضو 90 زائد 360 ن احنا كده عوضنا في القانون قلنا له طالما ق بتساوي قا يبقى دول اللي هما سيتا وسيتا. جمعناهم مرة وطرحناهم مرة ب وكده تحل كل معادلة لوحديها هتجمع 2 سيتا و سيتا 3 سيتا وهنسويهم ب 90 زائد 360 نون عشان نجيب الحل العام لازم نخلي سيتا لوحديها حل المعادلة يعني عايزين نعرف قيمة سيتا بكام فعايزين نخلص من التلاتة فهقسم المعادلة كلها على تلاتة هنا على ثلاثة وهنا على تلاتة وهنا برضو على تلاتة تلاتة تروح يبقى سيتا بتساوي تسعين على الثلاثة فيها التلاتين 360 على التلاتة فيها ال 120 ونزل نوم ده كده اسمه الحل العام سيتا بتساوي 30 زائد 120 نوم هنا نفس النظام بالظبط هنطرح 2 سيتا ناقص سيتا يساوي سيتا هنساويها ب 90 زائد 360 ن سيتا هنا ما جابلهاش حاجه عشان اقسم عليها خلاص كده خلصت ده كده اسمه الحل العام لما تيجي تكتب الحل العام هتكتب له القيمتين دول في الاخر هتقول له الحل العام للمعادله بيساوي إما بيساوي 30 زائد 120 نون أو بيساوي 90 زائد 360 نون ده أول مثال معانا كان عايز الحل العام بس المثال التاني برضه هيكون عايز الحل العام لكن كمان هيكون عايز قيم سيتا تعال نشوف المثال التاني فيه مطلوبين بيقول لي اوجد الحل العام للمعادله جتا 2 سيتا يساوي جي 4 سيتا في مطلوب كمان بيقول لي ثم اوجد قيم سيتا حيث سيتا تنتمي صفر ل 90 يقول لك ان سيتا اي عدد بين صفر و طب تعال نجيب الحل العام للمعادله في الاول المعادله اسمها جتا 2 سيتا يساوي جي اربعة سيتا هتلاحظ ان المعادله دي مش مظبوطه لازم نعدلها الاول لازم جا تكون مكتوبه الاول طب هو بادئ بجتا فكل اللي هتعمله هتبدل هتجيب الجتا مكان الجي هنبدا بجي اربعة سيتا وبعد كده جتا 2 سيتا يعني هبدل دول مكان بعض يبقى احنا نعدل المعادلة نخليها جا أربعة سيتا يساوي جتا اتنين سيتا لازم نخلي جا على اليمين نطبق في القانون طالما جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين اللي بعد الجا والجتا دول مجموعهم أو الفرق بينهم يساوي تسعين زائد تلتمية وستين نون له الصفحة نصين همسك الزاويتين دول اللي هما أربعة سيتا واتنين سيتا هجمعهم مرة وأطرحهم مرة أربعة سيتا ناقص اتنين سيتا وهساوم في الحالتين بتسعين زائد تلتمية وستين وهنا برضه تسعين زائد تلتمية وستين هنحل كل معادلة لوحديها هتجمع السيتا أربعة سيتة واتنين سيتة ستة واتنين سيتا ستة سيتا يساوي تسعين زائد تلتمية وستين عشان أخلي سيتا لوحديها هقسم على الست. هنا على الستة وهنا على الستة وهنا على الستة الستات هتروح يبقى سيتا بتساوي تسعين على الستة فيها 360 على 6 فيها ال 60 نون ده كده اسمه الحل العام نفس الكلام هنعمله هنا هطرح الاول 4 سيتا ناقص 2 سيتا يبقى 2 سيتا وهنساويهم ب 90 360 نون عشان اخلص من الاثنين اقسم عليها اقسم عليها في المعادله كلها الاثنينات هتروح يبقى سيتا بتساوي 90 على 2 فيها ال 45 360 على 2 فيها ال 180 ونزل نون ده برضو كده اسمه الحل العام كده جبنا اول مطلوب اللي هو الحل العام المطلوب التاني بيقول لي ثم اوجد قيم سيتا حيث سيتا تنتمي من صفر ل 90 عشان نجيب قيم سيتا كل اللي هعمله هحوش نون دي واعوض عنها اعوض عنها مره بصفر مره بواحد مره باثنين، مره بثلاثة وهكذا هنعوض مره هنا ومره هنا يبقى عشان اجيب قيم سيتا هعوض عن النون دي مره بصفر مره بواحد مره باثنين وهكذا تعال نعوض في الاول بصفر حوش النون وحط صفر صفر في أي عدد هو بعينه الصفر هتفضل هنا الخمستاشر يبقى قيمة السيتا بتساوي خمستاشر هو هنا مديك شرط بيقول لك سيتا محصورة بين الفترة صفر وتسعين أي عدد بين الصفر والتسعين الخمستاشر فعلا محصور بين الصفر والتسعين فهناخدها معانا هنعوض عن النون بواحد حوش النون وحط بدلها واحد واحد في ستين بستين ستين زائد خمستاشر خمسة وسبعين يبقى قيمة سيتا بتساوي خمسة وسبعين هل ال 75 بين الصفر و 90؟ أيوه يبقى هناخدها معانا نعوض ب 2 هحوش النون دي وأحط بدلها 2 2 في 60 ب 120 120 و 15 135 يبقى سيتا بتساوي 135 135 هل محصورة بين الصفر و 90؟ لا طالما مش موجودة في الفترة اللي لك عليها يبقى ما تاخدهاش يبقى ناخد ال 15 وال 75 بس وخلاص ما تكملش على كده تحطش شنون ب 3 مثلا نفس النظام هنعمله هنا حوش النون دي عوض عنها مرة بصفر مرة بواحد مرة باتنين وهكذا تعال نعوض بصفر صفر في مية وتمانين تروح اتفضل لك هنا الخمسة واربعين يبقى سيتا بتساوي خمسة واربعين نعوض عن النون التانية بواحد طبعا الخمسة واربعين هناخدها معانا عشان محصورة بين الصفر والتسعين هنعوض عن النون بواحد واحد في مية وتمانين بمية وتمانين مية وتمانين زائد خمسة واربعين بميتين خمسة وعشرين يبقى سيتا بتساوي ميتين خمسة وعشرين دي ما ينفعش ناخدها عشان احنا قلنا فترتنا من صفر ل 90 225 مش موجوده في الفتره يبقى مش هناخدها معاه ولا هنعوض بين يبقى قيم س اللي هناخدها اللي هما ال 15 وال 75 وال 45 هم دول مجموعه الحل او قيم سيتا هناخد ال 15 وال 75 وال 45 يبقى ده كده كان الحل العام وده كده قيم سيتا اللي هو كان عايزها بس خلي بالك من الفتره اللي هو مديها لك تعال ناخد مثال تاني زي ده السؤال الثالث بيقول اذا كان ظا سيتا يساوي ظتا 2 سيتا المره دي ظا بتساوي ظتا بيقول لي اوجد قيم سيتا حيث سيتا تنتمي للفتره من صفر لباي باي اللي هي 180 باي في الزوايا قيمتها 180 يبقى خلي بالك من الشرط ده اي زاويه هتجيبها لازم تكون محصوره بين صفر ل 180 في المثل هنا ما اوجد الحل العام بس انت كده كده لازم تجيبه عشان تعرف تجيب قيم سيتا المعادلة اسمها ظا س يساوي ظا اتنين س لما ظا بتساوي ظا يبقى الزاويتين اللي بعد الظا والظا دول هنجمعهم بس مش هنجمع ونطرح هو مجموعهم بس هنجمعهم بسيتا زائد اتنين سيتا ونساويهم بتسعين زائد مية وتمانين نون بدل تلتمية وستين بيخليها مية وتمانين ده القانون اللي بنستخدمه لما ظا بتساوي ظا تعال نجمع ونحل المعادلة سيتا زائد اتنين سيتا تلاتة سيتا وهنساويها بتسعين زائد مية وتمانين نون عشان اجيب قيمه سيتا هقسم على التلاتة هنا على التلاتة وهنا على التلاتة وهنا على التلاتة يبقى سيتا بتساوي تسعين على التلاتة فيها التلاتين مية وتمانين على التلاتة فيها الستين نون ده كده اسمه الحل العام احنا مش عايزين الحل العام احنا عايزين قيم سيتا عشان تجيب قيم سيتا هتحوش النون وتعوض عنها مرة بصفر مرة بواحد مرة باتنين وهكذا تعال نعوض هحوش النون واحط بدالها صفر صفر في ستين تروح هيتفضل لك التلاتين البسيطة الأولى بتساوي ثلاثين شوف التلاتين دي موجودة في الفترة اللي جايلك عليها ولا لأ فترة من صفر لمية وتمانين فعلا التلاتين موجودة من صفر لمية وتمانين هناخدها معانا هنعوض عن النون دي بواحد واحد في ستين بستين ستين زائد ثلاثين تسعين البسيطة التانية بتساوي تسعين هل التسعين موجودة بين صفر ومية وتمانين أيوة يبقى هناخدها معانا هنعوض عن النون اللي بعدها باتنين 2 في 60 ب 120 120 و30 150 بس تساوي 150 برضو انا معانا عشان بين صفر و 180 زود عدد كمان هنحط النون بتلاتة تلاتة في ستين بمية وتمانين مية وتمانين وتلاتين, وتلاتين ميتين وعشر يبقى سيتا بتساوي ميتين وعشر. دي مش هناخدها معانا عشان الميتين وعشرة مش موجودة في الفطر من صفر ل وتمانين يبقى اللي هناخدهم اللي هما التلاتين والتسعين والمية وخمسين بمجموعه الحل بتساوي تلاتين و90 وخمسين 150 في ملحوظه هنا الحل العام ممكن يطلبوا منك بالقياس الدائري او يجيبوه لك في الاختيارات بدلاله باي فانت عشان تجيب الحل العام ده بالقياس الدائري هتمسك ال30 وال وتحولهم لقياس دائري خلينا القانون اللي هو س درجه على 180 يساوي سيتا دائري على باي لو مديك سيتا وعايز القياس الدائري بتضرب تضرب سيتا في باي على 180 يعني همسك الزاوية دي هضربها في باي على 180 تعال نحاول ال والستين. وال هضربها في باي على 180 ممكن تكتبها بالآلة وتختصر على فيها الواحد على ال فيها الست يبقى هتساوي باي على ست تعال نحاول الستين. هنمسك ال الستين في باي على 180 اختصر على فيها الواحد على ال فيها التلاتة يبقى هتساوي باي على ثلاثة. يبقى الحل العام ده لو عايز تكتبه بالقياس الدائري اقول له سيتا بتساوي بدل 30 هكتب باي على الست زائد بدل ستين هكتب باي على 3 ن لان ممكن في الاختيارات ما يدكش دي يديها لك بالقياس الدائري فانت تمسك ال 30 وال وتحولهم لقياس دائري وتضرب في باي على 180 تعال ناخد اخر مسالتين على الفكره دي اخر مسالتين معانا على الفكره دي دول سهلين ممكن نحلهم بقوانين تالتة إعدادي بيقول إذا كان جا اتنين سيتا يساوي جتا سيتا جا بتساوي جتا يديك هنا شرطه بيقول لي حيث زاوية سيتا زاوية حادة موجبة الله طالما قال لك إن سيتا زاوية حادة ممكن أستخدم قانون تالتة إعدادي اللي هو مجموع الزاويتين يساوي تسعين طالما جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين دول مجموعهم تسعين ما تكملش بقى القانون اللي هو تسعين زائد تلتمية وستين نون خلاص إنت أجمعهم وساويهم بتسعين بس طالما لك إن الزاوية دي زاوية حادة وهو كمان في المطلوب عايز منك قياس زاويه سيتا عايز قيمه واحده لزاويه سيتا ممكن يجيب لك بطريقه تاني يقول لي اوجد قيمه واحده لزاويه سيتا طالما عايز قيمه واحده بس لسيتا برضو ممكن استخدم قانون ثالث اعدادي اللي هو مجموع الزاويتين دول يساوي 90 يبقى تستخدم قانون ثالث اعدادي لما يكون عايز قيمه واحده بس لسيتا في المسألة اللي فاتت كان بيقول لك اوجد جميع قيم سيتا السؤال الرابع بيقول اذا كان جا 2 سيتا يساوي جتا سيتا عايزين قيمه سيتا والله طالما جا بتساوي جتا انا همسك الزاويتين دول اجمعهم واساهم ب90 عشان هو جاي لي زاويه حاد همسك الزاويتين اللي هما 2 سيتا زائد سيتا ونساويهم ب90 معادله عاديه خالص 2 سيتا وسيتا 3 سيتا ونساويهم ب90 هقسم هنا على 3 وهنا على 3 يبقى سيتا بتساوي 30 كده جبنا قيمه سيتا المطلوب الثاني ع جا 3 سيتا جا 3 سيتا احنا السيتا جبناها ب30 يبقى تحوش دي وتعوض عنها بتلاتين. تلاتين في تلاتة جاب لها بتسعين. يعتبر هو عايد جا تسعين. جا تسعين لو كتبتها بالآلة هتطلع لك واحد، ص تسعين هتطلع معاك واحد. استخدمنا هنا قانون ثالثة اعداد، عشان جايل لي إن الزاوية دي زاوية حادة وعايز قيمة واحدة بس ل نفس النظام هنا بيقول لي أوجد قيمة واحدة لزاوية θ. مديك النظام θ زائد عشرين يساوي ظا θ زائد طالما عايز قيمة واحدة. همسك الزاويتين دول أجمعهم واساويهم ب 90 اللي هو قانون تالت اعداد الزاوية الاولى اسمها سيتا زائد 20 هجمعها مع الزاوية الثانيه اللي هي اسمها 3 سيتا زائد 30 واساوي مع ده مع 90 نجمع مع سيتا مع سيتا مع مع والعدد مع مع سيتا و3 سيتا 4 سيتا زائد 20 و30 50 ونساويهم ب 90 تسعين ناقص خمسين بيساوي أربعين، هقسم هنا على الأربعة وهنا على الأربعة، الأربعات تروح يبقى بتساوي أربعين على الأربعة فيها العشرة، يبقى قيمة θ اللي هو عايزها بتساوي عشرة، كده خلصنا الفكرة الأولى معانا اللي هي المعادلات اللي على الصورة جا بتساوي جتا، أو ظا بتساوي ظتا، أو قتا بتساوي قا، هناخد مثال في الكشكول وندخل في آخر فكرة معانا. الفكرة التانية معانا هنحل فيها معادلة برضو بس المعادلات دي هيكون فيها جا بس، أو جتا بس، المعادلات اللي فاتت كان بيقول لك جا بتساوي جتا، أو ظا بتساوي ظتا، أو قتا بتساوي قا، إنما هنا المعادلات فيها جا بس، أو جتا بس، أو ظا بس، ودي كنا واخدينها بالظبط في الحصة الرابعة اللي هي حصة إشارات الدوال المثلثية، وكنا واخدينها كمان في تالتة أعداد، بس هنا هنزود لها خطوة. في الحصة الرابعة أو في تالتة إعدادي كنا بنقول جا سيتا بتساوي نص عايزين نحل المعادلة دي نحل المعادلة يعني عايزين نعرف قيمة سيتا بكام فكنا بنقول له إيه الزاوية اللي جا بتاعتها بنص إحنا حافظين جا تلاتين بنص يبقى سيتا دي بتلاتين لو ناسيينها طالما مديك الناتج وعايز الزاوية بنضغط شيفت أضغط شيفت ساين نص هتطلع معاك على طول تلاتين إيه الإختلاف هنا أو إيه الزيادة؟ في تالتة اعدادي كان بيقول لك ان الزاوية دي حادة. كان بيديك شرط ان الزاوية دي حادة. السنة دي هنتعامل مع كل الزوايا. احنا هنجيب كل الزوايا اللي الجا بتاعتها بنص. ان هو هنا مديك فترة بيقول لك سيتا دي محصورة بين الفترة من صفر لتسعين. يعني ممكن تكون حادة او زاوية في الربع التاني او التالت او الرابع. هي ايه الزوايا اللي الجا بتاعتها بنص؟ لو جبت جا تلاتين هتطلع بنص. ولو جبت برضو جا 150 هتطلع بنص طب انا اعرف ازاي الزوايا دي هو ده الهدف من الفكرة دي في الاول هنحل زي تلت عدد بالظبط جا سيتا يساوي نص الزاوية اللي جا بتاعتها بنص اللي هي التلاتين لو مش عارفها اكتب شيفت ساين نص على الآلة هتطلع معاك الزاوية سيتا هتساوي تلاتين كده احنا جبنا قيمة سيتا الحادة قيمتها طلعت بتلاتين ازاي اعرف باقي الزوايا اللي الجا بتاعتها بنص؟ اول حاجه شوف اشاره الداله دي جا سيتا بتساوي نص هو النص عدد موجب ولا سالب؟ والله النص عدد موجب الجا موجبه في انهي ربع؟ شوف الجا موجبه في انهي ربع؟ انت عندك اشارات الدوال كل جبار ظالم جته داهيه كل الدوال اللي في الربع الاول موجبه الربع الثاني الجا بس موجبه الربع الثالث الظا موجبه الربع الرابع, الرابع الجتا بس موجبة طبعا ومقلوباتهم وما تنساش ان الربع الثاني الزاوية بتنقص عن 180 فاسمها 180 ناقص سيتا الربع الثالث الزاوية بتزيد عن 180 فاسمها 180 زائد سيتا الربع الرابع, الرابع الزاوية بتنقص عن 360 فاسمها 360 ناقص سيتا الكلام اللي قلناه الحصة اللي فاتت المهم احنا عايزين نعرف الجا موجبة في انهي ربع الجا موجبة في الربع الاول والربع الثاني ان الربع الاول كل الدوال موجبه والربع الثاني جا موجبه يبقى جا موجبه في ربعين اللي هما الربع الاول والربع الثاني هنمسك ال 30 دي اللي هي الزاويه الحاده هدخلها مره في الربع الاول ومره في الربع الثاني الزاويه الحاده تدخل في الربع الاول تنزل زي ما هي ال 30 تنزل 30 لان يعني ال 30 دي زاويه حاده والربع الاول الزاويه فيه بتكون حاده محصوره بين صفر ل 90 فانت الزاويه تدخلها في الربع الاول نزلها زي ما هي طب ال 30 ده عايزين ندخلها الربع الثاني الربع الثاني الزاويه بتكون اسمها 180 ناقص سيتا 180 ناقص سيتا اللي احنا جبناها ب 30 اطرح 180 30 ب 150 يبقى الزوايا اللي اتجاب بتاعتهم بنص اللي هم ال 30 وال 150 بقول له مجموعه الحل 30 و 150 يبقى الخطوه الاولى زي ثالثه اعداد بالظبط شوف الزاويه الحاده اللي اتجاب بتاعتها بنص اللي هي ال 30 30 دي هدخلها الربع الاول والربع الثاني اشمعنى لان الجا هنا شريطها موجبه الجا موجبه في الربع الاول والثاني ازاي وعشان تدخل تنزلها زي ما هي في الربع التاني على حسب التقسيمات بتاعتنا الربع التاني الزاويه اسمها 180 ناقص س فطرحت 180 ناقص 30 بيساوي 150 مثال تاني عشان تتفهم بيقول لي حل المعادله جتا سيتا يساوي سالب نص عايزين نجيب الزوايا اللي الجتا بتاعتها سالب نص في الاول انت مالكش دعوه بالسالب خالص جتا سيتا بنص ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص لو حافظها جتا 60 بنص يبقى سيتا دي ب 60 لو مش حافظها هتضغط شيفت شيفت والجتا اللي هي كوزاين وتكتب الناتج اللي هو النص مالكش دعوه بالسالب شيفت كوزاين نص الناتج هيطلع معاك 60 دي اللي هي الزاويه الحاده الزاويه الحاده اللي جتا بتاعتها بنص تاني خطوه حدد الارباع على حسب الاشاره هي جتا سيتا بسالب نص الجتا هنا سالبة شوف الجتا سالبة في انهي والله الجتا موجبة في الربع الرابع والربع الأول الجتا موجبة في الربع الرابع والأول احنا عايزين نعرف امتى تكون سالبة هتكون سالبة في الربع الثاني والربع الثالث فأقول له جتا سالبة في ربعين الربع الثاني والربع الثالث ازاي في الربع الثاني اسمها 180 ناقص سيتا يبقى هطرح 180 ناقص ثيتا اللي هي الزاوية الحادة اللي جبناها 180 60 بتساوي 120 الربع الثالث الزاوية في الربع الثالث اسمها 180 زائد ثيتا يبقى هجمع 180 زائد الزاوية الحادة اللي احنا جبناها اللي هي 60 180 زائد 60 بتساوي 240 هم دول الزاويتين اللي الجتا بتاعتهم بتساوي سالب نص يبقى مجموعة الحل تنفع 120 وتنفع 240 تلاقينا عملنا نفس الخطوات في الاول جبنا الزاويه الحاده اللي الجتا بتاعتها بنص الزاويه دي دخلناها مره الربع الثاني ومره الربع الثالث على حسب اشاره الداله الجتا كانت سالبه في الربع الثاني والربع الثالث وبخلي بالك من الشرط اللي هو مديهولك بيقول لك سيتا تنتمي للفتره من صفر ل 360 وفعلا ال 120 وال 240 ينتموا للفتره من صفر ل 360 تعال ناخد مثال تاني زي ده عشان نفهم اكتر السؤال الثالث نفس الفكرة لكن جابها لي على هيئة معادلة. بيقول لي حل المعادلة 2 جا سيتا ناقص 1 يساوي صفر. ومديك شرط هنا بيقول لك سيتا دي محصورة بين صفر باي على 2. باي على 2 اللي هي ال 90. إن الباي ب 180. 180 على 2 فيها ال 90. المعادلة اسمها 2 جا سيتا ناقص 1 يساوي صفر. اعتبر جا سيتا دي س. مثلا لو قلت لك المعادلة اسمها 2 س ناقص 1 يساوي صفر. انت هتقول نسبة ال 2 س ونودي السالب واحد بعكس اللي شرب موجب واحد كده هكسب هنا على الاتنين وهنا على الاتنين هنا نفس النظام بالظبط بس بدل س كاتبها لك جا في الاول انا هثبت اتنين جا سيتا واودي السالب واحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يبقى اتنين جا يساوي موجب واحد عايز اخلص من الاتنين هكسب هنا على الاتنين وهنا على الاتنين يبقى جا سيتا بتساوي نص ورجعت زي المسائل اللي فاتت بالظبط اول خطوه اجيب زاويه سيتا اللي الجا بتاعتها بنص الزاويه اللي جاب بتاعتها بنص اللي هي 30 شيفت ساين نص هتطلع معاك 30 يبقى قيمه سيتا الحاده ب 30 الخطوه اللي هتزيد معانا ان انا هجيب الارباع هجيب الارباع على حسب شرط الداله جا سيتا بنص والله النص ده عدد موجب الجا موجبه في الربع الاول والثاني يبقى الزاويه اللي احنا جبناها دي هدخلها الربع الاول وادخلها الربع الثاني الزاويه عشان تدخلها الربع الاول نزلها زي ما هي ما تجيش الربع الثاني الزاويه اسمها 180 ناقص سيتا سيتا اللي هي 30 180 ناقص 30 بتساوي 150 نفس المثال اللي فات بالظبط يبقى الزاويه تنفع معانا 30 او 150 خلي بالك من الشرط اللي هو مديه لك وبيقول لك سيتا من صفر ل 90 والله ال 30 فعلا من صفر ل 90 انما ال 150 كبيرة عن ال 90 يبقى دي مش هناخدها يبقى احنا هناخد ال 30 بس يبقى مجموعه الحل بتساوي 30 السؤال الرابع نفس الكلام حل المعادلة اتنين جا باي على الاتنين ناقص سيتا يساوي واحد مديك الشرط ان سيتا بين صفر واتنين باي اتنين باي يعني اتنين في مائة وتمانين بتلتمية وستين يبقى من صفر لتلتمية وستين المعادلة دي مش متعدلة هنعدلها الاول هي باي على الاتنين اللي هي التسعين مئة وتمانين على الاتنين فيها التسعين هتبقى جا تسعين ناقص سيتا هنعدل جا تسعين ناقص سيتا دي زي حصة الزوايا المنتسبة هنزل الاتنين كنا بنقول التسعين بتغير لك الدالة تسعين والمئتين وسبعين يغيروا لك الدالة جا خليها جتا واشطب على الزاوية الربعية ونزل الزاوية بس هتبقى جتا سيتا التسعين بتغير لك الجتا خليها جتا اوعى تنسى الإشارة تسعين ناقص سيتا انت كده نجزت عن التسعين نجزت عن التسعين يعني ده الربع الأول جا في الربع الأول إشارتها موجبة فهنكتب هنا موجب والموجب مش كده. والكلام ده هنسويه بواحد يبقى المعادلة بعد ما عدلناها اتنين جاتا سيتا تساوي واحد عشان تخلص من الاتنين هتقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين الاثنين هتروح يبقى جاتا سيتا بتساوي نص كده عدلناها تعال نحل جتا سيتا بنص الزاوية اللي الجاتا بتاعتها بنص اللي هي الستين مش عارف اكتب شيفت كوزاين نص هتطلع معاك ستين يبقى الخطوة الأولى جبنا قياس زاوية سيتا الحادة دي ساوت ستين آخر خطوة نحدد الأرباع على حسب الإشارة جتا سيتا بنص النص ده عدد موجب الجتا موجبة في الربع الأول والرابع كل جبار ظالم جاتو يبقى في الأول والرابع يبقى همسك الستين دي هدخلها الربع الأول وأدخلها الربع الرابع الزاوية تدخل الربع الأول تنزل زي ما هي الربع الرابع الزاوية اسمها تلتمية ناقص سيتا سيتا اللي احنا جبناها دي اللي هي 60 360 60 بتساوي 300 يبقى الزاويه تنفع معانا 60 او 300 ارجع للشرط بتاعها وبيقول لك الزاويه محصوره بين 0 و 360 يبقى ال 60 هناخدها وال 300 كمان هناخدها بمجموعه الحل بتساوي 60 و 300 كده السؤال الرابع تعال ناخد اخر مثال في الحصه السؤال الاخير معانا في الحصه بيقول لي حل المعادله أربعة جاتا تربيع سيتا ناقص تلاتة يساوي صفر بيقولك إن سيتا تنتمي لفترة من صفر لاتنين باي اتنين باي اللي هي تلتمية طب تعالى نعدل المعادلة الأول أربعة جاتا تربيع سيتا ناقص تلاتة يساوي صفر أنا هثبت الجتا وأودي السالب تلاتة الناحية التانية بعكس الإشارة هثبت أربعة جاتا تربيع سيتا السالب تلاتة تروح بعكس الإشارة بموجب تلاتة هقسم هنا على الأربعة وهنا على الأربعة بتعامل معاها كأنها معادلة عادية يبقى جتا تربيع سيتا بتساوي ثلاثة على الأربعة آخر خطوة ألغي التربيع عشان ألغي التربيع أجيب الجذر يبقى جتا سيتا بس موجب أو سالب وأجيب الجذر جذر التلاتة هي بعينها جذر تلاتة وجذر الأربعة اتنين أنا حطيت موجب أو سالب عشان دي معادلة تربيعية يبقى جتا سيتا بتساوي موجب أو سالب جذر تلاتة على الاتنين كده نقدر نحل الزاوية اللي الجتا بتاعتها جذر تلاتة على الاتنين مالكش دعوه بالاشاره خالص دلوقتي الزاويه اللي الجتا بتاعتها جذر 3 على 2 اللي هي 30 لو نسيتها اكتب بالاله شفت كوزين شفت كوزين جذر 3 على 2 هتطلع معاك 30 يبقى زاويه سيتا الحاده بتساوي 30 درجه اخر خطوه بحددها الارباع شوف الجتا هنا موجبه ولا سالبه والله الجتا بتساوي موجب او سالب يعني تنفع موجبه او سالبه فاحنا هنشوف الجتا امتى تكون موجبه وامتى تكون سالبه الجاتا موجبة في الربع الأول والربع الرابع والجاتا سالبة في الربع الثاني والربع الثالث يعني احنا كده هناخد كل الارباع ان هنا تنفع موجب او سالب فهنشوف هي امتى موجبة وامتى سالبة الجاتا موجبة في الربع الاول والربع الرابع والجاتا سالبة في الربع الثاني والربع الثالث همسك التلاتين دي ادخلها مرة الربع الاول والرابع والثاني والثالث الزاوية تدخل في الربع الأول زي ما هي في الربع الرابع بنخليها 360 ناقص سيتا يعني 360 ناقص 30 360 ناقص 30 ب 330 الزاوية في الربع الثاني بنخليها 180 ناقص سيتا بها طرح 180 ناقص السيتا اللي هي 30 180 ناقص 30 ب 150 الربع الثالث الزاوية اسمها 180 زائد سيتا بخليها 180 زائد 30 مية وتمانين زائد تلاتين بتساوي ميتين وعشرة سيتا اهو بيقول لك انها محصورة بين صفر وتلتمية وستين وفعلا كل الزوايا دي محصورة بين صفر وتلتمية وستين يبقى مجموعة الحل تساوي تلاتين او تلتمية وتلاتين او مية وخمسين او ميتين وعشرة واجب الحصة دي هنحل تمارين الكتاب صفحة مية ستة واربعين الحصة الجاية هتكون الحصة الأخيرة في حساب المثلثات وهناخد فيها درسين مع بعض تمثيل البياني للدوال المثلثيه وايجاد قيمه زاويه بمعلوميه احدى نسبها المثلثيه وبعد الحصه دي هنبدا في المراجعات ان شاء الله كل حصص المناهج هتلاقوها في القائمه اللي بتظهر هنا دي اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله